هدف البرامج ان احنا نحقق خدمة افضل ناحية الفقير والمعدم في كل محافظات رعي مصر، من خلال تكامل وتفاعل بين الخدمات المختلفة ان احنا نقدم تجربة تنموية يعني توصل للناس فكرة ورؤية ورسالة مؤسسة رعي مصر. احنا موجودين النهاردة في الإسماعيلية، عندنا دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسة. الدورة التدريبية هي بعنوان قوة إنسانية بكفاءة وفعالية. معروف عن رعي مصر ان احنا بنشتغل بمنتهى الإنسانية مع المجتمعات والفئات المستهدفة اللي بنشتغل معاهم، ولكن في زحمة العمل أوقات الكفاءة ممكن الجودة ما تبقاش أحسن حاجة، الكفاءة تبقاش أسرع حاجة، فإحنا بنأكد في التدريب ده على إن إنسانيتنا تكون بكفاءة وفعالية. قطاع التمكين الاقتصادي هو اللي بيساند جميع الخدمات الخيرية، لأن إحنا مش ما فيش أي مؤسسة هتقدر تقدم منح للمنتهى. من خلال القطاع بنقدم مجموعة خدمات متميزة جدا زي خدمة التدريبات الحرفية، بنعلم، ما عندناش حاجة اسمها مؤهل، من عديم المؤهل دبلوم مؤهل عالي، اللي بيقدر يعمل مشروع بناخد بإيده بنعلمه الحرفة اللي تتناسب مع إمكانياته وكمان تتناسب مع طبيعة المجتمع بتاعته. مؤسسة رعي مصر عضو التحالف الوطني، هي ليها دور متواجد في المجتمع من خلال 9 قطاعات، 9 خدمات مختلفة. بنقدم خدمة طبية وعمليات جراحية وإعالة لأسر المرضى، عندنا خدمات قوافل طبية على مستوى الجمهورية في 22 محافظة، متواجدين في أكثر من 4000 قرية ونجع وعزبة على مستوى الجمهورية. متواجدين ايضا بتبني، يعني السنه اللي فاتت بنت 1000 بيت، يعني تجاوزنا ال1000 بيت سنه 23، عملنا اكثر من 4100 قافله طبيه على مستوى سنه 23. عايز اقول ان هي احنا وصلنا لاكثر من 1,300,000 مستفيد سنه 23 برضو، وهكذا خدماتها مختلفه بخلاف الخدمات اللي بتقدمها من خلال كرتونة الغذاء، من خلال مساعدة وكساء الأطفال الغير قادرين والأطفال الأيتام وهكذا. احنا في مؤتمر الموظفين لمؤسسة رعي مصر قوة إنسانية بكفاءة وفاعلية، هدفنا ان احنا نوصل لتوحيد الفكر، توحيد الرؤية للمؤسسة، ازاي يكون كل شخص في المؤسسة مش مجرد موظف عادي، مجرد خادم بيخدم الناس، بيقدم الخدمة بتاعته بكفاءة بإبداع بطريقة مختلفة. احنا المؤسسة بتاعتنا بتهتم بجانب الطفولة بشكل مهم جدا، احنا نبتدي نشوف القرى الأكثر احتياجا ونبتدي ننزل فيها، ان احنا نبتدي نأسس فيها حضانات من A to Z، يعني نبتدي نشتغل على 3 محاور، نشتغل على محور الأطفال، نشوف الأطفال الأكثر احتياجا لدخول الأماكن والأكثر سن احتياج ان هو يدخل المكان، بنشتغل كمان على أولياء الأمور ازاي ان احنا نعمل توعية وتثقيف بأهمية دور التعليم وازاي ان هم يحصل سنستابيلتي، ازاي يستمروا معانا بعد ما يخلصوا الحضانات عشان نوصل لمستوى كويس. بنشتغل على البرامج لتأسيس المدرسين نفسهم.